زي حضرتك. مساء الفل. اولا عايز اقول لك انك انت شاطر شاطر شاطر، لانك قدرت تجيب عبد المحسن سلامه فورا. اشكرك يا رب. مجرد ما بقى نقيب هو اول شخص عندك على البرنامج، وده بيدل على ان الصحافه في دمك يا احمد. اشكرك. هذا الفتى الذي يجلس بجوارك عبد المحسن سلامه، لازم تقول للناس انه كاتب له اسلوب ومحقق صحفي من الطراز الاول. مدرستك يا ريس، مدرستك. ولما اقول الله يخليك، ولما اقول محقق صحفي من الطراز الاول، انا ادرك ده بحسي الصحفي. كل اللي طالبه منك يا عبد المحسن، اتفضل يا ريس، فنجان شاي. ارجوك ارجوك تعزم فيه يحيى قلاش. اوي. وانا مستعد اتواجد، والهدف من هذا يا احمد، خليك معايا طبعا، هو ببساطة شديدة تعميق الحس الديمقراطي وتقليد جديد وتنقية اجواء. الاسبوع نمرة اتنين، هذه نقابة فكرية في المقام الاول، تقدم خدمات لاعضائها وليست نقابة خدمات دواء وعربية وشقة في الساحل. ثلاثة، النقابة بيت الصحفيين يا عبد المحسن. طبعا. بترجاك ترجع لها الألفة والونس والعلاقة الدافئة بعد الوحشة. يعني أنا عايز أقابل أحمد موسى، أقابله في النقابة. صح. أنا عايز أقابل الولد سليمان جودة الجميل، أقابله في النقابة. طبعا. فنان موجود بعرفه، هشام سليم، تعالى لي يا هشام النقابة. النقابة في كل حتة في الدنيا. أنا رحت بلاد في النمسا، النقابة هي بيت الصحفي، بيت الإعلامي، بيت الكاتب، بيت المراسل، بيت كل هؤلاء البشر. أنت يا عبد المحسن عضو أساسي كنقيب، لما يبقى للأمن رأي في عضو كتب حاجة مش مبسوطين منها، مش عجباهم، النقابة موجودة لأنها نقابة لها رأي. تفضل أستاذ عبد المحسن. نفسي إنه تبقى تدرك جيدا إن دي نقابة مصرية الهوى. هقولها تاني، مصرية الهوى، لا يخطفها أي هوى آخر. أخيرا، المهنية هي الهدف الأول والأخير لصحافة محترمة لا تفصل زملاء. لما الزميل بيتفصل من حتة بتبقى عذاب، وبيجري وبيدور على الفضائيات، ويروح لأحمد موسى والوائل الأبراشي والعلي الأبراشي والكل عز الأبراشي والموسى وكله، عشان يقول أنا يا جماعة أروح فين وودي نفسي فين. فعشان كده عبد المحسن، انت جاي تشيل شيلة تقيلة يا حياتي، ولازم تبقى مهموم بالبلد زي ما احنا مهمومين. شكرا. شكرا للإصغاء الحنون. خلي حالك معايا استاذ مفيد. انا معك يا حبيبي. تفضل تفضل. اشكرك جدا استاذ مفيد، انت استاذنا طبعا، والحقيقه طرحت افكار جميله جدا انا موافق عليها تماما، وان شاء الله يعني بسرعه شديده هترجمها على ارض الواقع، سواء من خلال من حيث دعوه الزميل الاستاذ يحيى قلاش لفنجان شاي، انا بدعوه على الهوا اهو، ما عنديش، بالعكس دي شيء يسعدني جدا جدا جدا، وبدعو حضرتك معاه. سواء انت حضرتك اشرت الى ازمه كبيره جدا داخل النقابه. النقابة للأسف في الفترة الأخيرة كان هجرت أو هجرها أبناء المهنة المهنيين، ويعني وللأسف الشديد، وبقى كان في فجوة كبيرة بين المهنيين وبين النقابة في الفترة الأخيرة. طبعا مهم جدا النقابة ترجع زي ما أشار الأستاذ مفيد
الى بيت الصحفيين، الى بيت المهنيين، الى بيت كبار الكتاب. فعلا اتمنى ان شاء الله بدعم الاستاذ مفيد، لان القصه دي برضو هي محتاجه كلنا، كل جهدنا، مش جهد عبد المحسن بس لوحده، جهد الاستاذ مفيد وجهد الاستاذ مكرم وجهد الاستاذ محمد امين وكل الزملاء الاعزاء والاستاذ علي السيد وغيرهم. لازم كلنا نشترك في هذا الجهد، سواء نقابيين مهنيين، ان احنا نرجع النقابه للمكانه. يعني احنا عندنا احسن نقابه في العالم على فكره، احسن مبنى نقابه في العالم بالمناسبه. ومحتاج فعلا ان احنا يعني يبقى يتحول الى خليه عمل والى خليه مهنيه تحتضن المهنيين. ودي افكار عظيمه جدا، انا بشكرك عليها يا استاذ مفيد، وفعلا هحاول الاستفاده منها باقصى ما يمكن. بس استاذ مفيد، هل بصراحه انتخاب نقيب الاستاذ عبد المحسن والمجلس السته الجداد اللي داخلين المجلس مع السته اللي موجودين المجلس دلوقتي، شايف النقابه بجد بدات ترجع تاني للمهنه، بدات ترجع للصحفيين بعكس 6-7 سنين اللي فاتوا؟ استشعر هذا. شفت انا دقيق في التعبير قد ايه؟ انني استشعر هذا، اشعر انه عبد المحسن بهذه الضحكه البريئه، ضحكة الأطفال دي الجميلة دي، إنما جواه عزم شديد وقوة، وهيشتغل ولازم يثبت نفسه. وبعدين هذا الإجماع الشديد قيمة. بس إحنا في النهاية يا أحمد، إحنا جماعة صحفية زي ما هو بيستخدم التعبير ده، وبيعجبني قوي عبد المحسن لما أقول الجماعة الصحفية. ما تنساش إن يحيى قلاش زميل طبعا، وصديق طبعا، وحبيب و و و وله انجازات. ما اقدرش، انا نفسي يا احمد انه لما انا اتكلم عن شخصيه يبقى فيها شيء من الانصاف. مش لان عبد المحسن امامي على الشاشه انا اروح هادم لا طبعا يحيى قلاش ابدا. وانت في برنامجك يا احمد تدرك جيدا ان انصاف الناس صحيح ضروره حيويه. صح، استاذنا العظيم، وبنشكرك جدا وبتشرفنا دايما استاذنا الكبير استاذ مفيد فوزي، استاذ علي السيد.